تتم تصفيه الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الاردني، ثم يبدا الاندفاع للسلاح على مكه وعلى المدينه، وسيتم طرد اخواننا من قصورهم المكيفه، وسيتركون سياراتهم الامريكيه الفخمه، وسيركبون الحمير والجمال فرارا من قطار الموت، سيدخلون الصحراء، سيدخلون الربع الخالي، سيشربون ماء البحر الذين لا يستطيعون ان يسبحوا الى شاطئ امان، ولن يكون هناك شاطئ امان. ان الاسرائيليين قادمون الى مصر، الجيش الاسرائيلي قادم الى مصر، قريب او بعيد، طال الزمن او قصر، لابد من احتلال وادي النيل. هذا خط في العلم الاسرائيلي، وادي النيل، الخط الازرق في العلم الاسرائيلي هذا وادي النيل. دولتك يا بني اسرائيل من الفرات للنيل، ما تطمئنوا يا اخواننا الذين تعيشون من الفرات للنيل. ولن يقتصر الخطر الاسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات والنيل، بل ستكون البلدان اللي خارج الخطين بلدان مواجهة جديدة. شمال افريقيا سيصبح في خطر، لابد ان يخضع للدولة التي تدد من الفرات للنيل، لابد ان تخضع تونس غصبا عنها، وتخضع الجزائر، وتخضع ليبيا، وتخضع المغرب بالسيطرة الصهيونية غصبا عنهم.